فيديوهات مش خسارة فيها البركة. معنى أول موقف لما تكون واحد رخم وبترخم على صاحبتك بقى، خوفتها بسمكة القرش هتخوفها بتعبان بقى، يلي واي البت خلاص فلقت، اجري يا مجدي. معنى برضه نفس الموضوع لما تحاول تخوف واحدة، مفيش فايدة، ليه ما بتخافش أصلا؟ يا سلام، غتاتة غتاتة يعني، رخم قوي. وبعدين يعني برضه نفس الفكرة بالظبط، تعبان طلع لا، بس دول ايه كيوت قوي، بنانيتي كيوت قوي. ده بقى لما تحاول تخوف قطة ولا أي حاجة، مع السلامة، يلوي أجري يا مجدي. أيوه ده أكيد بقى طلع له التعبان من جوه الكبوت. الواحد قلبه يقف لو قعد لقى حاجة زي كده، أجري يا مجدي يلوي تعال. أيوه برضه نفس الموضوع، بيرخم عليه يلوي أجري، برضه تعبان داخل لك. طبعا كل ده بلاستيك طبعا مش حقيقي يعني، الراجل فلق أجري يلا. ده برضه رخامة رخامة يعني، ياه على غتتك يا اخي، يا ده طالع تعبان عادي جدا يا حنين. شوف الحنيه بقى، قال سوبر مان في نفسه. ايوه يلا يطلع لها بقى تعبان، معروفه قوي، كليشيه قديم قوي. بس هو بنت قلبها جامد شويه. اللي بعده هو نفس الكليشيه بالظبط يعني، طالع لها بقى تعبان، طالع له تعبان، يا سلام يعني، قديم قوي يعني الحركات دي، تعبان طالع له وهو بيحلق بقى، اجري يا مجدي. نفس اهو ده بقى، الواحد يجي له سكته يفتح الشنطه يتعب. اتنين دول اتنين، دي بتستكشف بقى، دي ده الناس الفضوليه بقى اللي بيحبوا يستكشفوا حتى لو هيموت عادي. يلوي شوف عادي، هو خلاص عرفوا قفشوها يعني. يا سلام لما تكون نايم بقى تيجي تخش تلاقي تعبان جنبك، يلوي اجري يا مجدي اجري. نفس الكليشيه نفس هو بالظبط، ما فيش جديد. خش على اللي بعده، تعبان واحد بيرخم على اصحابه، ايوه طبعا هو ما يدركش ان الموضوع ده خطر جدا، واحد ممكن قلبه